نظمت جماعة عين شمس صباح اليوم السبت مؤتمرها الدولي الأول للآثار القبطية بحضور قداسة البابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وعدد من المسؤولين، بالتعاون مع جمعية الآثار القبطية والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة. حضرنا الجلسة الافتتاحية وفي رحاب جامعة عين شمس والسيد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمود المتيني واهتمامه الشديد وترحيبه البالغ بهذا المؤتمر وبكل فعالياته وبكل الأساتذة وكل الباحثين، وإلقاء الضوء على الآثار القبطية والاهتمام بها هو اهتمام مصري خالص واهتمام بالتاريخ المصري الأصيل والقديم. والحقيقة زي ما أشار السيد رئيس الجامعة أن الحضارة القبطية هي تواصل ما بين الحضارات الفرعونية والحضارات العربية والإسلامية فيما بعدها، فهذا التواصل وهذا المزيج بيعطي غنى شديد وكبير لمصرنا ولبلادنا ولتاريخنا ولحضرنا وأيضا لمستقبلنا. هيناقش المؤتمر عدد من الموضوعات على مدار 3 أيام، ومنها الآثار القبطية بين التأثير والتأثر وتطور اللغة والعمارة والفنون والمخطوطات القبطية ونتائج الأبحاث الجديدة في مجال الآثار القبطية للشباب الباحثين وغيرها من الموضوعات. الآثار جامعة عين شمس هذه الكلية الوليدة لعامها الثاني، وده مش جديد على كلية الآثار وجامعة عين شمس، نحن مهتمين بكل ما يعني يصب في توعية بالحضارة المصرية العظيمة بدءا بالحضارة الفرعونية ومرورا بالحضارات المختلفة اللي أهمها الحضارة القبطية والإسلامية. فقررنا أن يكون يوم مخصص لهذا المؤتمر الدولي، النهاردة المؤتمر الأول، بنعد أنه هيكون إن شاء الله كل عام في نفس الموعد. كرم رئيس الجامعة قداسة البابا طوادروس الثاني وأعضاء المؤتمر الحضور في نهاية افتتاح المؤتمر اللي بيأكد اهتمام الدولة المصرية بالآثار القبطية وبجذور الحياة المصرية. كامل يوسف، سي تي في.